في ملف آخر، انفجرت عبوة ناسفة داخل مخيم قادية للنازحين في قضاء زاخو بمحافظة دهوك، مما أدى إلى استشهاد طفلين أحدهما يبلغ من العمر 9 سنوات والآخر سنة واحدة، إضافة إلى جرح 3 آخرين جميعهم من عائلة واحدة. وأفادت القوات الأمنية في زاخو إن الانفجار استهدف ضابطا في الأسايش تعرض لتهديدات لأكثر من مرة من قبل تنظيم البككة. وتجدر الإشارة إلى أن مخيم قادية يسكنه نازحون من أهالي سنجار.